اهلا طبعا، بنتهز هذه المناسبة ان انا طبعا اوجه التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، وندعو الله يا رب انه يحمل كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة. الحقيقة النهاردة يعني دايما بيبقى مناسبة سعيدة جدا ان احنا نبقى متواجدين في موقع من مواقع سكن كل المصريين، وعلى الأخص المشروعات اللي بتخدم الشباب والفئات محدودي الدخل. والحقيقة النهاردة احنا موجودين في مدينة أكتوبر الجديدة، وكان من فترة كنا موجودين مع بعض في مدينة السادات وحدائق أكتوبر، وقبلها في العبور الجديدة وحدائق العاصمة. والنهاردة الحمد لله الحلم اللي يعني كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقه منذ بضع سنوات بأن احنا نبني 1,000,000 وحدة سكنية لشبابنا وللأسر محدود الدخل اتحقق أو بيتحقق خلاص وبينتهي. فالنهاردة يمكن زي ما يعني تم العرض علينا، الحمد لله 1,000,000 وحدة النهاردة يعني خلاص كلهم يا إما اتنفذوا طبعا وتسلموا أو جاري تنفيذ جزء منهم، وبنتكلم على فترة بسيطة ويكون اكتمل هذا العدد. هذا المشروع أعتقد من أعظم المشروعات اللي تبنتها الدولة المصرية في خلال العصر الحديث، ومهما كانت ظروف الدولة هذا البرنامج سيستمر، لأنه بيخدم قطاع مهم جدا من شبابنا وبيحل معضلة ومشكلة كانت من عقود طويلة كانت كابوس لكل الأسر، وهو إيجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل أسرة. النهاردة الحمد لله قدام حضراتكم المنظر اللي احنا موجودين فيه ده بقى موجود في كل حتة في مصر، مش موجود في القاهرة ولا اسكندرية فقط، موجود في كل مصر من أسوان لغاية اسكندرية ومن سينا لغاية مطروح. فالحمد لله الكواليتي أو المستوى الجودة اللي بيتعمل بيها هذا المشروع زي ما حضراتكم شايفين مساحات خضراء، خدمات موجودة من أول لحظة. يمكن هذا الموقع بالذات تحديدا على الرغم ان احنا بدأنا ان احنا نسلم فيه ما زالت فيه مشكلة شبكات المحمول، ويمكن دي على طول يعني انا وجهت ان وزير الاتصالات يسرع بادخال الخدمه فورا. بعض مشاكل فنيه بسيطه في الكهرباء هننهيها، فاحنا بنتابع كل موقع علشان نخلص فيه كل حاجه عشان المواطن لما بيجي من اول لحظه يبقى الحمد لله بيلاقي كل الخدمات اللي موجوده. احنا بنتكلم هنا تاني انا دايما باكد 1,000,000 وحدة سكنيه. لو انا بتكلم ان المتوسط الاسرة من 4 إلى 5، يعني احنا بنتكلم على 5,000,000 مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج، ده غير اكتر من 300,000 وحدة اللي عملناهم للاسكان الغير امن او البديل المناطق الغير امنة. فالدولة المصرية هذا المشروع اعتقد لا يعني احد يختلف ان من اهم المشروعات اللي الدولة المصرية نفذتها واللي ان شاء الله هتستمر عليها في خلال الفترة الجاية باذن الله. الحقيقة يمكن انا حابب ان انا النهاردة ان انا اتكلم مع حضراتكم واعلن مجموعة من القرارات المهمة اللي تم توقيعها اليوم. الحقيقة يمكن طبعا احنا بنتابع كحكومة كل موضوع اسعار السلع الاساسية، والحقيقة أخذنا العديد من المبادرات في هذا الشأن، وكنا بنشجع يعني على تواصل مستمر مع كل أطراف القضية، لأن بالتأكيد الدولة المصرية النهاردة بتدعم بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل بصورة كبيرة جدا، وبقالنا الحقيقة سنة ونص احنا بندعم بصورة مباشرة العديد من السلع والخدمات الأساسية، ومش عايزين كنا يعني نزيد من أسعارها بهدف حاجة واحدة ان احنا نحاول نحافظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع. ويمكن عشان كده عملنا العديد من المبادرات، وكان في اجتماعات متواصلة بس كل اسبوع في اجتماع مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف واصحاب كبار المصانع اللي بتنتج هذه السلع. والحقيقة يمكن في اطار ان ابتدت كانت تظهر عديد من الازمات لبعض السلع الاستراتيجية، الحقيقة انا كنت شكلت لجنة بتضم الوزارات المعنية وبتضم جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية والجهات السيادية مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات ورجال الصناعة. هدف هذه اللجنة ان احنا كلنا مقتنعين ان احنا بنتبنى السوق الحر وآليات السوق الحر، لكن في نفس الوقت ده مش معناه انفلات غير مبرر في أسعار السلع. فكان هدف هذه اللجنة واللي احنا النهاردة بنعلن قراراتها التنفيذية انها تضع آلية واضحة جدا
بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار. احنا هنا ما بنتدخلش في تحديد السعر، ولكن الطبيعي ان المصنع اللي بينتج بيبقى عارف قيمة السلعة اللي هي خارجة من عنده قد ايه، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع كل المصنعين واتحاد الغرف واتحاد الصناعة. احنا لا نتدخل في دولة ولا بنفرض عليك سعر لتسعير المنتج اللي انت هتطلعه من عندك، لكن انا اللي يعنيني لو انت طلعت هذا المنتج برقم ما لقيهوش بيتباع في الاخر للمواطن ممكن بضعف هذا الرقم، ده اكيد يعني هيبقى اجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة. هو دي كانت النقطة الاساسية، كيف نضمن ضبط السعر، السلعة اللي بتخرج برضاء كامل بسعر محدد من المنتج او المصنع، ويبقى من بناء عليها بنعلن اسعار لهذه السلع بناء على اللي هم بيحددوه، ويبقى هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الاسعار علشان نضمن انها توصل للمواطن بالسعر المناسب اللي احنا كلنا تراضينا عليه. فعشان كده الحقيقة كان في هناك خطوة استراتيجية ان احنا نبدأ بمجموعة من السلع الاستراتيجية اللي بتمس حياة المواطن، عشان هي دي تبقى المرحلة الاولى، وبأكد المرحلة الاولى. ايه هي هذه السلع اللي احنا حددناها اللي في قرار رئيس الوزراء اللي صدر اليوم؟ السكر، الرز، زيت الخليط، الطعام، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الابيض. 7 سلع رئيسية احنا نعي تماما انها بتمس حياة المواطن اليومية، وبرضو دي بتؤثر في التضخم اللي بيحصل في الدولة. بموجب هذه ان انا اعلنتها كسلع استراتيجية بقت بتخضع للمادة 8 في قانون جهاز حماية المستهلك، ان لا يجوز باي صورة من الصور اجراء اي اجراءات او ممارسات احتكارية ولا اخفاء ولا عدم بيع لهذه النوعية من السلع اللي احنا اعلناها، وفي عقوبات واضحة جدا في قانون جهاز حماية المستهلك على هذه الممارسات الغير محمودة اللي ممكن تحصل طالما ان انا اعلنت كرئيس وزراء ان دي سلع استراتيجية. من هذه اللحظة بمجرد اعلان انها سلع استراتيجية بقى اي اجراء او ممارسة غير محمودة من بغرض الاحتكار او الاخفاء لها عقوبات. وعايز اقول لحضراتكم ان احنا وجهنا وزارة العدل انها تغلظ وبتعمل دلوقتي تعديل لتغليظ هذه العقوبات ايضا. كل هدفي، وده اللي كان بالتوافق مع اصحاب المصانع، طالما ان احنا ارتضينا مع بعض سعر معين انا عايزه في الاخر يوصل للمواطن بهذا السعر. انا مش بتدخل في تسعير شغلك في داخل المصنع او المنتج، لكن احنا مع بعض طالما انت ارتضيت ان المنتج ده طالع من عندك بالسعر ده يوصل للمواطن بسعر، بنحمل عليه طبعا تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية دي مقبولة، لكن ما لقيش الرقم الاقيه الضعف. هو ده النقط الجوهر اللي احنا حددناه مع اتحادات الغرف واتحادات الصناعة. بموجب هذا الموضوع سيد وزير التموين اصدر قرار اخر ازاي يتحط السعر على هذه المنتجات، سواء انه يخرج مطبوع على السلعة او يتعمل بستيكر او يتحط بطريقة محددة في اماكن ومنافذ البيع. الاهم ان احنا هنكون بنتابع بصورة اسبوعية موقف التنفيذ على الارض. الشيء الاخر، وده شيء مهم جدا، ان صدر قرار تاني من السيد رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية او لجنة فنية هتبقى برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وبعضوية كل ممثلي الوزارات المعنية. اللجنة دي هتعمل ايه؟ اللجنة دي هتبقى دورها انها بتاخد كل البيانات من المصانع على كميات الانتاج اللي بتطلع في كل سلعة من السلع دي، وبنتابع معهم بصورة اسبوعية المصانع، حجم المدخلات، مستلزمات الانتاج اللي موجودة، هل الكلام ده كافي لانتاج الكميات المطلوبة، هل في نقص وبالتالي ممكن يأثر في التسعير بتاع هذه السلع، بهدف انه كل اسبوع في مجلس الوزراء هيتعرض تقرير عن الموقف الاسبوعي لهذه السلع، وايه الاليات اللي احنا ممكن ناخدها كاستباقية علشان نضمن ان ما يحصلش اي ازمة في هذه المجموعة. الاهم في ضوء الظروف اللي احنا موجودين فيها، اتفقنا مع اصحاب المصانع لهذه السلع ان يكون هناك مراجعة شهرية للتسعير
عشان نبقى مطمنين ان حتى لو هو حصلت اي ظروف فرضت ان هيبقى ممكن يبقى فيه زيادة، يبقى الكلام ده بالتوافق معانا وعارفينه وبناخده منهم وبنعلنه. يبقى المواطن على طول على علم بمستجدات تغير الاسعار سواء بالزيادة او النقصان لهذه السلع الاستراتيجية. الكلام ده احنا بنقوله بدين بهذه المجموعة كمرحلة اولى هتبدأ التطبيق، والقرار طالع انها هتبقى لمدة 6 شهور، ولكن الاهم ان احنا هنتابع اذا كان هناك احتياج ان احنا ندخل مجموعة اخرى من السلع هيطلع لها قرار في خلال الفترة الجاية. كل هم الحكومة النهاردة ان احنا نضمن ان السلع تصل الى المواطن بسعر مناسب في ضوء الظروف والمستجدات والازمات العالمية والازمة الاقتصادية اللي موجودة في كل حتة، واحنا كمان موجودين كجزء منها وعارفين هذا الكلام. لكن يبقى الاهم زي ما بقول، احنا مش بنتدخل مع المنتج في التسعير، ولكن احنا كل اللي يهمنا ان السعر يبقى منضبط، والسعر يبقى لما يخرج من المكان الانتاج يروح للمواطن بالسعر اللي احنا كلنا نبقى متراضيين عليه. لازم نعرف ان الموضوع زي ده محتاج جهد كبير. احنا بنتكلم على دولة مترامية الاطراف، اكتر من 100 مليون مواطن، مئات الالاف من منافذ البيع، فبالتالي كل الاجهزة الرقابية هتشتغل معانا. وانا كمان بطالب في النهاية المواطن نفسه ان يكون بيشارك معانا بصورة ايجابية. بمجرد ما هتطلع القرارات ويتعرف ايه الاسعار الاسترشادية لهذه السلع، لو لقى اي منفذ بيبيع بالمغالاة وان هو مش ملتزم بهذا الكلام يبلغ الدولة. في اجهزة كتيرة معنية بهذا الموضوع، جهاز حماية المستهلك، مجلس الوزراء نفسه في منظومة الشكاوى، المحافظات هتبقى بتتابع، وده يمكن جزء اخر انا حابب ان انا اقوله، ان هتبقى في لجنة في كل محافظة هتتابع عملية التنفيذ من خلال المحافظ بيتابعها بنفسه عشان نتأكد ان المنظومة ان شاء الله تتحرك في هذا الشأن. بالتأكيد جهد كبير جدا لان مئات الالاف من المنافذ، وطبيعي انها ممكن تاخد بعض الوقت عشان نقدر ان احنا نثبت عملية التنفيذ، ولكن الرسالة المهمة جدا ان الدولة النهاردة مع كل حجم الدعم اللي بتتحمله في سبيل ان نضمن عدم زيادة الاسعار بصورة كبيرة جدا، لازم يبقى السوق منضبط ايضا. على الاقل هنبدأ بهذه السلع الاستراتيجية، وان شاء الله كل السلع الاخرى باذن الله هتدخل تدريجيا في هذا المنوال. مرة أخرى كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا بمناسبة العام الميلادي الجديد، ويا رب إن شاء الله يحمل كل الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة. شكرا لحضراتكم.